اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده، ولما نقول خلاها سمك النهارده يعني معانا شويه اسماك وحفله حلوه لطيفه، وده ما يمنعش مره في الاسبوع مره في الشهر بيكون عندنا جوزك صياد ربنا كرمنا ورزقنا بشويه جمبري على شويه كابوريا اشتريتهم من الحلقه، ولكن يلزم ويتطلب الامر يكون معاك شيف شاطر يوظف كل حاجه في مكانها الصح. جوزك عايز يشرب شوربه سي فود، احنا عايزين نشرب شوربه سي فود زيها زي بتاعه المطاعم، هخليكي تعمليها احسن من بتاعه المطاعم، وبعد كده ما ياكلهاش ولا يشربها غير من ايدك، مع تشكيله سي فود كابوريا بلح البحر، عندنا جمبري، عندنا كاليماريا، عندنا سمك فيليه، عندنا جندفلي، هو ده المكون بتاعنا. هنطلع منه شوربه سي فود، وهنتكلم عن تقاليد الشوربه والقواعد الاساسيه اللي عاملها، ومعانا كمان رز صياديه، ولكن الرز الصياديه النهارده بمدرسه المغازي واخد الزبيب والجزر، اكيد السكريات بتاعه الزبيب اللي هو العنب البناتي في الاصل مع سكريات الجزر الاثنين بيتحدوا مع كرمله البصل المصري من خير ارضنا، هيدينا رز صياديه طعمه لطيف وجميل. وما تنسوش كمان معانا كاليماريا مقليه النهارده كريسبي، وكلنا بنشتكي من الكاليماري بيتقلي ازاي والفرق بين الصبيت والكاليماري. مش عايز اطول حضراتكم لان فيها تفاصيل كتيره النهارده، واحنا من عشاق السمك، ومن لما بنسافر الدول العربيه والدول الغربيه يقول لك المصريين شطار في عمال السمك، فتعالوا نشوف النهارده نعمل حلقه سمك النهارده بطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما احنا عندنا في كل البيوت المصريه والعربيه اكله السمك بنحب ناكلها بره، وليه؟ انت تروح على حلقه السمك هتشتري السمك بسعر قليل جدا، هتروح البيت معاك شيف شاطر هيعلمك ويديكي ازاي تنظمي وقتك وتعملي اكله سمك بدون غلبه وبدون ما تضيعي وقتك في المطبخ، والمطبخ ما يكونش فيه زفاره ولا فيه كركبه، واحنا عارفين الكلام ده. معانا النهارده هنعمل شوربه السي فود، خلونا نبدا بيها، مقاديرها على الشاشه. انت وشطارتك بقى، اهم حاجه قشريات رخويات اسماك في قلب الشوربه. معانا من القشريات جمبري، ومعانا جندفلي، ومعانا كابوريا، معانا من الرخويات شويه كاليماري وسمك فيليه شربيات، طبعا ده سمك، وما تنسوش طبعا الجمبري منه الجمبري اللحم والجمبري القشر، ما ننساش طبعا بصل وتوم، نشا، حليب، كريمه لباني، اذا تطلب الامر عايزه تعملها صيامي بدون حليب ولا كريمه لباني، انا بحبها كده عشان اخواننا طبعا المسيحيين يعتبر نعملها صيامي وكمان بتكون صحيه 100%. تعالوا نشتغلها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هنحط حله على النار، ولازم يكون عندك بوكيه جرنيه ده ميه بتغلي فيها كرفس وبصل وتوم، والكرفس ملك الشوربه وخاصه مع السي فود، وهعلمك تاخدي طعم الكرفس ازاي من اللي موجود معانا ده كده بطريقه سهله وبسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. عروق الكرفس بنفرمها بالسكينه كده. انا بصنع هنا شويه شوربه قبل ما اشتغل في السي فود. كرفس على اخواننا، على فكره يا اخواننا بيشيل الزفاره من السي فود بالذات. هناخد العرق ده كده ونحطه في ميه مغليه على النار، دي اول حاجه. هي دي التركايه. هنا بقى ريحه الكرفس مع الشوربه والميه خطيره جدا. مع فص مستكه محترم حلو كده في قلب الميه. تعملي رز صياديه، تعملي شوربه سي فود، تعملي صينيه بطاطس، الشوربه دي هي اللي هتدلع لك المسائل كلها. دول فصين مستكه حلوين كده في الميه وهي بتغلي. حلو الكلام. معانا من البصل شويه. شفت الاساسيات هنا؟ معانا فص ثوم ني، ونسيبهم يغلوا على النار لغايه لما نشوف احنا معانا ايه. حلو الكلام لغايه دلوقتي. زي معانا عود روزماري كمان بالمره، لقيته بسكتي، وعود زعتر حلو كده عشان تبقى الدنيا حلوه معانا زي الفل. طيب نفتح الحله دي كده، ودايما في السي فود بتاعنا اذا كان كاليماري او جمبري او سمك فيليه قشر بياض ايهما بياخد وقت كبير من السوى، وابدا احط ايه الاول في النار، ده مهم جدا على فكره، لان ممكن نشرب شوربه السي فود نلاقي الجمبري لسه ما استواش، نلاقي السبيط لسه ما استواش، نلاقي السمك الفيليه اتهرى في قلب الشوربه. فتعالوا مع بعض نفرم الكرفس ده كده مع بعض عشان نخليه على جنب،
وده بنضيفه للشوربه بعد ما تطلع من النار. ولكن اهم حاجه خدت عروق الكرفس خليتها تغلى على النار عشان اخد الفليفر والطعم ويبقى لطيف معايا. اه هنخليهم على جنب كده. حلو، هنجيب بصلايه زي دي كده صغيره ونفرمها ناعم بالسكينه. حلو، انا اخدتها كده، ما نكترش بصل كتير على فكره، شوربه السي فود مش بتحب البصل كتير، هي بصلايه صغيره كده. في مكعب من الزبده بنحمرها، والبصله بتسبق الزبده يعني بتسبقها في النار بالشكل ده كده اهو، عشان الزبده لو حطيناها الاول هتسود لي البصله، وانا مش عايز اسودها او اخلي لونها اسمر او لونها غامق، عشان انا احط لها كريمه لباني. اقلب دول كلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، فص توم حلو بالشكل ده كده اهو، ونقلبهم كده بالراحه. بلاش تحطي زيت في الشوربه. اه نقلب البصلايه مع التومه في قلب الزبده. نعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا عود زعتر حلو، بنحطه رايح جاي مع البصلايه والتومه بالشكل ده كده زي ما هو سليم. انا مش عايز اي لون ياثر على لون الكريمه في قلب الشوربه، خلي بالك. اه فده انا بقلبه شويه وبعدين بشيله من قلب البصله والتومه. في حاله احمرار البصله والتومه بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بننزل بالاول حاجه شويه كاليماري زي ده كده. انا بحب الكاليماري او السبيط في قلب الشوربه. تقطع مكعبات، تقطع حلقات، تقطيع السي فود في قلب الشوربه ده انت ورغبتك او انت وذوقك. اه مكعبات صغيره بتبقى لطيفه وحلوه، ننزل بيها الاول لان بتاخد وقت كبير في السوى بالشكل ده كده. بقلبها تقليبه واتنين. الله الله على الريحه الحلوه. اه كتريش، مفيش كمون وكزبره خالص في الشوربه دي، خلي بالك حذاري تحطي كمون او كزبره. اه اهم حاجه عندي الحله الجميله الحلوه دي بسميها حله الخير، فيها الخير كله. هو ده السؤال المهم. اه كمون وكزبره مع كريمه لباني بريئه منها. اه مع شوربه السي فود بالذات، اما الصواني والاكل الشرقي للسي فود بيعشق الكمون والكزبره. الاسرار هنا بقى يا عم الشيف، هناخد الجمبري زي ما هو كده بالقشر بتاعه، شايلين الظهر بتاعه ونرميه بقلب الايه البصلايه كده. اه الله هو ده، ونقلب. ليه حطيت الجمبري بالقشر يا عم الشيف؟ في اطفال بيخافوا من قشر الجمبري، عشان اخد اليود بتاع القشر بتاع الجمبري في قلب طبق الشوربه، وبعدين نقشر الجمبري ده ونزين بيه اطباق الشوربه مع بعض. اه شفت التقليبه دي مهمه جدا. آه. نجهز الكابوريا. كابوريا الشوربه نشتغل معاها ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض؟ واحده واحده كده. اه كسرولة ازاز. للامانه انا عامل النهارده حفله شوربه عشان عندنا ضيوف، ودايما شوربه السي فود بتسبق السفره، واذا عجبت ضيوفك ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ بتوفر عليك حاجات كتير قوي. الشوربه زي ما هي، الكابوريا زي ما هي كده، الكفر ده انا عايزه مش هرميه، هزين بيه الرز الصياديه. شفت بقى المطبخ شغال ازاي؟ زي الحلاوه كده. هناخد الكابوريا زي ما هي كده اهو، الكفر ده عايزه اخليه على جنب، والكابوريا تتغسل يا امي يا ست الكل يا ست الحبايب وهي سليمه. اوعي تقطعي الكابوريا زي ما انا شغال كده وتغسليها، ازعل منك، هتفقدي 80% من طعم الكابوريا. شفت البطروخ الحلو ده؟ مرزه يا مغازي اهو، كابوريا مبطرخه اهيت اهو. حلو اهو اهو حلو اهو. نقلب كده واحنا شغالين اهو ده اهو. الكفر بتاع الكابوريا انا عايزه، هحطه هنا في الميه بيغلي اهو، كفر هنا في الميه دي اهو. اخبار البصله ايه؟ ما ياخدناش الوقت مع الجمبري. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمبري لونه غير ازاي؟ اول ما لونه يغير
بننزل بالايه؟ بالميه بتاعتنا، مش ميه من الحنفيه ولا ميه من براد الشاي. هننزل بتصنيع ايدك، الحله اللي على النار اللي بتغلي اللي فيها بصله وتومه وكرفس والكفر بتاع الكابوريا. حلو، وشغالين مع بعض اهو، ادي الكفر كده والكابوريا معانا، ينزل في قلب الميه. جايب كابوريا كتير يا شيف؟ انا بعشق الكابوريا اللي في قلب الشوربه بصراحه، بيبقى طعمها حلو، لحم الكابوريا بيبقى ظاهر قدام عينيا وانا ايه شغال. كفر هنا ولحم الكابوريا هنا. الكابوريا ما تتغسلش يا شيف بعد ما تفتحها، انا ما بغسلهاش، تتغسل وهي سليمه هنا كده اهو. الشوربه دي عندي مهمه جدا على فكره. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. في تاني كابوريا؟ دور معايا، هو ده كمان، ده هنا بطرحها كلها مرزق. ناخد الكابوريا زي ما هي كده، تنزل على الجمبري اهو. الله عليك يا عم الشيف، ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. كل القشريات دي مع بعض، احنا ما زلنا شغالين في القشريات مع الرخويات. الرخويات بتاخد وقت كبير في السوى اكتر من القشريات، اذا كان سبيت او كاليماري، واذا في طبعا الاخطبوط مفيش مشكله، بس محدش بيحط الاخطبوط في الشوربه كتير لانه سعر غالي شويه. نقلب ولا الاستاكوزا، فصيله القشريات، التقليبه دي مهمه جدا. بقى عندي يا عم الشيف شويه جندفلي او عرايس، بيسموها اخواننا في اسكندريه عرايس او بلح البحر. هنقلب دول كده مع بعض. شفت القشريات صوتها في الحله بيجوع ازاي؟ الله، الله، حلو قوي. زي ما احنا شغالين كده، دي تعالي تعملي هنا. في تاني جندفلي بره؟ تمام، نقلب كده. اهم حاجه عندي حله الخير. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ بالراحه خالص كده، خلي بالك دي تتصفى كويس واحنا شغالين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد مصفى صغيره كده عندك، ودي تحتفظي بيها تكون موجوده عندك، وننزل كده يا عم مخرجنا. اللهم صل على النبي. الله، عايزاها صيامي ولا بالكريمه؟ الكلام ده يبقى من الاول، لان انا عامل زبده في الاول، محمر البصله والتومه في زبده. لو انا عاملها صيامي بحمرها في معلقه زيت صغيره. صيامي مش هنحط كريمه لباني ولا حليب. هنقلبها كده ونسيبها نبص عليها ونتغازل فيها، لان دي صرفين عليها. وخلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل اسرار عمل شوربه السي فود على طريقه المغازي بكل تفاصيلها. هنعملها بالكريمه مع بعض، ومعانا كمان رز صياديه النهارده بطعم تاني. ما تنسوش الكاليماريا المقليه الكريسبي، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة والمعنى كبير والطعم في الحلة. هتقولي ليه حلتين؟ للأمانة السي فود معايا كتر شوية، ووارد وانت بتعملي السي فود ده تلاقي مثلا كمية السي فود شوية كتير في الحلة، وانت محتاجة تظبطي القوام بتاع الشوربة، فمفيش مشكلة لما تقسموهم على حلتين عشان ما نتساءلش واحنا قاعدين كده، لأن احنا بنسيب تفاصيل تانية خالص ونركز على حاجات صغيرة، أنا عارف الكلام ده. طب عملت ايه في الفاصل يا عم الشيف؟ الرز الصياديه بمدرسه المغازي له قواعد، في حاجتين، البعض بيحمر سكر كراميل وياخد لون الكراميل يديه للون الرز الصياديه، يعني يبقى رز الصياديه بلون الكراميل، انا ضد الفكره دي او المدرسه دي. ليه يا مغازي؟ لان السكر الكراميل بيمرر الرز، بتاخد معلقه والثانيه وتقوم من على السفره وتقول انا شبعت. ولكن نعتمد على تحمير البصل وقشرة البصلة، ويا داخل ما بين البصلة وقشرتها ينوبك ايه؟ شوية رز صيادية، هو ده. تعالوا مع بعض، يا نعم، المقادير على الشاشة، مقادير الرز الصيادية. قشر بصل أحمر من خير أرضنا، بصل
توم، كمون، كزبرة، رز مصري، وما يتعملش غير بالرز المصري. خلي بالكم أنا بقى الإضافات بتاعتي، وده اختياري، شوية جزر مبشورين، شوية زبيب حلوين باقيين عندنا من الشهر الكريم، مع أن الأيام المباركة داخلة علينا، وأنا واثق وكل الثقة أن عندنا حاجات من رمضان اللي فات ما زالت في الإدراج بتاعة التلاجة أو في إدراج المطبخ، ومعلقة معجون طماطم، ومن الزبدة قليل من الزبدة، وما ننساش طبعاً الفصين الثوم والبصل. ولكن أنا بيعجبني اللون الفسفوري اللي غلب على لون الشوربة، إذا كان لون الجمبري مع لون الكابوريا مع اللون الكاليماريا الحلوة والسمك الفيليه. مخرجنا بيقول لي قلب الحلويات دي كده وريني. اهو شفت الحلاوة دي، هو ده أول ما بتفور معاكي كده أعرف إن هي جاهزة. عايزة بقى الإيه؟ الوقفة. تقدر تعملي هنا طاجن سي فود، هياخد شوية فلفلة مع معجون طماطم، وعملت طاجن سي فود. طب أنا عايزة طاجن سي فود أبيض، هتحط كريمة لباني مع معلقتين دقيق ونشا، وأصبح طاجن سي فود أبيض أو أحمر بإضافة برضو صوص الطماطم، شوربة سي فود، وهكذا، وهشغل مع بعض كده. عايز أعمل مكرونة بالسي فود، هتاخد حليب وتبقى هنا نحط عليها الاسباجيتا والبنة، وبقت مكرونة بالسي فود بنة واسباجيتا. اختياري أنا، بديكي التفاصيل وبديك الصورة مفتوحة، تقدر تشكلي منها اللي أنت عايزاه. السي فود بيغلي معانا، وفي حلة صغيرة هنا هنشيلها علشان ولادي بيعزم صحابه بعد إحنا ما بنتغدى، تكون عندنا جاهزة بنفس الطعم بنفس المذاق، موجودة على جنب. حلو الكلام. هنبدأ نشتغل في الرز. أول حاجة الرز، حمرت له البصلاية، حطيت لها التوابل بتاعتها، كمون، كزبرة، شوية شمر ناعمين. وما هو الشمر يا عم الشيف؟ شمر بذور الشبت المفرومة الناعمة البودر اللي عاملة زي الكمون، بنجيبها من عند الراجل العطار في وسط البلد عندنا، بيجوا الأجانب يعملوا زيارة لوسط البلد مديرية أمن القاهرة، وياخدوا الحاجات دي من وسط البلد، ياخدوها يعملوا بقى الأكل الطعم المصري الأصيل. خلي بالكم أهو، شفت البصلاية الحمراء الحلوة وقشر البصلاية ادتني لون ازاي، وابدأ احمر الرز مع التفاصيل دي. ونقلب لغاية لما الرز يشرب الايه الطعم بتاع الكزبرة والكمون وحمار البصلة والقرن الفلفل اللي رايح جاي ده. كمون، كزبرة، بابريكا، ممكن تحط شوية كركم، ده اختياري، ولكن حذاري من مدرسة انك تحمري سكر وتعملي بيه رز صيادية. أول حاجة هيعمل مشاكل مع الناس اللي عندها الكولون أو الحموضة، هتحرمي جوزك وأولادك وضيوفك إنهم يستمتعوا بأكلة سمك حلوة، تبقى تعبانة في الشوربة وتعبانة في البور السنجاري أو البور الزيت والليمون، وشوية الرز هم اللي بوظوا المود ويبوظوا المزاج على السفرة. خلي بالك شوية الرز حلوين إزاي؟ فاكرين ولا ناسين الشوربة الحلوة اللي عندي اللي فيها غطيان الكابوريا، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم. باخد كل ده يا عم الشيف، دي شوربه جاهزه عندي بتغلى على النار، بتبقى جاهزه. عايزه تزودي الشوربه اهلا وسهلا، هتعملي منها الرز اهلا وسهلا. ننزل بالجزر كده نص الكميه، وانا احتفظ بنص الكميه التانية، اقول لحضراتكم ليه حالا دلوقتي، ونقلب كده اهو. خلي بالك سكريات الجزر، لان الجزر غني بالسكريات زي الزبيب كده، الاتنين لما يجمعهم رز مصري مع توابل شرقية، كمون، كزبرة، فلفل، شوية ملح، الطعم هنا جنان. وعجبنا قوي صوت الشوربة وهي بتغلي على النار. سي فود. نقلب كده زي الفل يا عم الشيف. كل اللي أنا هعمله دلوقتي هصفي الشوربة على الرز وأنا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا، كفايه كده ولا نزود؟ قول لي انت بقى، عينك الحلوه قول لي كفايه شوربه. تمام، ونقلب، لان الرز هنا اتغسل مره واتنين وتلاته وصفناه من الميه كويس، فمش هياخد سوائل كتيره، يعني كوبايه الرز تاخد كوبايه ونص من الشوربه. واقلب كده، ظابطه الملح خليكي فاكره، واوعي تحطي ملح على الشوربه اللي انا عملتها في البدايه، خلاها بريئة من الملح وبريئة من التوابل، شوربة بيضة تشكلها زي ما انت عايزة. أهالينا قالوا ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي. هنغطيه بالشكل ده كده ونسيبه يستوي.
ظبطنا الملح، ظبطنا البهارات، هنغطيه ولنا واقفه معاه بعد ما نلاقي الميه بتاعته نشفت. ايه الواقفه يا عم الشيف؟ معانا زبيب وجزر اهو. هناخد الزبيب والجزر ده كده مع قليل من الشبت وشويه بقدونس حلوين. شفت التركيبه بتاعت المغازي بقى؟ دي مهمه جدا على فكره. وهنقلبهم مع بعض، جزر، زبيب، بقدونس، شبت، هنحط على وش الرز بعد ميته بتنشف عشان لما نغرف الرز يا عم الشيف نزين الرز الصياديه بالحلويات دي. حابب تطلع فاصل مخرجنا الجميل؟ يلا بينا نطلع فاصل، ولكن حابب اطلع فاصل من عند الحلويات في قلب الحله، شوربه السي فود انا بصطاد منها الزعتر والروزماري اللي كنت محمره مع البصله خالص، خلاص مش عايزه. شايفين الجمبري مع الكابوريا مع الجندفلي مع كل حاجه حلويات بيتنافسوا على الطعم. هتعملها بالكريمه ولا حمرا يا عم الشيف؟ المفاجاه، خلونا بعد الفاصل او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا عايز حضراتكم تطلعوا من حلقه السمك او ان احنا دايما بنحب ناكل سمك بره، ما انصحكيش بصراحه، مش علشان حاجه ولا حاجه، انك تروح على حلقه السمك هتجيب السي فود اللي جوزك هيسمح تجيبه، الظروف الماليه بايا كان معاك شيف شاطر هتقدر تشكلي وتنوعي بالاطعمه اللي انت عايزاها تناسب الكبير والصغير. للامانه انا عامل شويه رز صياديه جامدين جدا، رز على النار فيهم الجزر فيهم شويه حب، تركيبه بتاعت المغازي معايا، حبيتين من الجمبري القشر. شوف بقى، شوف الحركه، هي دي بقى الحركات بقى اللي بيقولوا عليها اهو، على وش الرز كده شويه جمبري لحم، ده البخار بتاع الرز هيسويه في اقل من دقائق. مخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه، نقوم نعمل ايه؟ نحط قرن فلفل من ده كده على وش الرز زي ده كده، الصغير ده حلو والاحمر ده كده زي الفل اهو، شويه الرز يطلعوا كده ايه فل اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الجزر الحلو ده كده اللي انا مجهزه اهو على الوش برضو. شوف التركية اللي جايه دي هتعجبك قوي على فكره اهو. شوف الجمبري مش عايز يحط، شفت الجمبري عامل ازاي؟ صح اهي اهي. مخرجنا الجميل عايز اوريك الجمبريه اللي في قلب الرز اهي اهي، بص اهي هتشوفها بعد شويه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد شويه شوربه من الحلويات اللي عندي دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه طبعا انا مهدت النار عليها شويه عشان هي استوت، واعمل التركيه دي كده، بص الحلاوه دي كده اهو، ونحط شويه الشوربه دول كده هنا، هو ده اهو. لسه ما حطيتش انا الحليب ولا الكريمه، خلي بالك عشان ما نقولش بقى الشيف المغازي بيعك الدنيا خالص اهو. دي شوربه سي فود على الرز اهو، واغطي الرز خالص واخليه على نار هاديه اهو لغايه لما كلنا نتجمع على السفره. يعني اقول لك ولع، مش عايز اهدى، مش اهو خليك على النار. طيب هنقفل النار بتاعتنا دي كده زي الفل، وتعالوا نعمل مع بعض شويه كاليماري مقليين. كاليماري مقليه يا استاذ رحاب مقاديرها على الشاشه، كاليماري او صبيت حسب الرغبه، كله من عائله الرخويات، كاليماري صبيت اخطبوط، الطريقه واحد في القلي. ومعانا دقيق ونشا خليط من الاثنين، ومعانا سمسم، ومعانا البهارات بتاعتنا شويه كمون شويه كزبره ثوم عصير ليمون شويه بابريكا شويه كركم حسب الرغبه. تعالوا نشوف هنعمل ازاي الكاليماريا المقليه بطريقه بسيطه وسهله. هناخد الكاليماري الحلوه دي كده نقطعها حلقات. احنا الكاليماري معروف عنه بنشتريه من المحلات السمك حلقات اهو، غير السبيط، السبيط بيبقى اصابع اهو. ناخد الكاليماري كده واكتبي على باب التلاجه يا ست الكل يا امي يا ست الحبايب، ممنوع منعا باتا قاعده المغازي، اوعى تحطي ماده دهنيه على تتبيله السمك سواء هتقليه اهو. شفت ازاي اتقطع كده بالطول اهو، حلو اهو زي ما هو كده اهو. ازاي الخلطه تمسك في الكاليماري؟ هو ده السؤال المطلوب. تعالي يا حلو اهو، القطعه دي حلوه معانا كده، دي عامله مشكله نشيلها خليها اهو. الله حافظ انا اهو، خبره. قطعنا التقطيعه الحلوه دي كده
زي الفل. اه نحطهم هنا يا عم الشيف. اصبح عندي شويه كاليماري حلوين، نحط عليهم التوم، نحط عليهم شويه سمسم يعني اوميجا 3. حلو تمام. شويه الملح الحلوين. حلو. ايه الاخبار؟ ده مهم جدا على فكره انك انت تتبلي الكاليماري قبل ما تحطيه في الزيت. امني على الزيت بتاعك يكون سخن وزي الفل، درجه الحراره عاليه جدا. هنحط شويه بابريكا حلوين، شويه كركم حلوين على الكاليماري، حطي كمون او كزبره اختياري، كل ده على الكاليماري. المشكله اللي بتواجهنا يا شيف مغازي لما بنيجي نقل الكاليماري او السبيط، ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي الخلطه ثابت من الكاليماري او السبيط في قلب الزيت، واضرب كف على كف واقول الشيف المغازي علمني غلط. هقول لك انا دلوقتي حالا تخلي الخلطه تمسك ازاي في الكاليماري او السبيط بالذات، لان الملمس بتاعهم ناعم غير الجمبري ده زعتر. كل ده على الكاليماري او السبيط، سواء بتحمري كاليماري او سبيط. ولكن قاعده المغازي بتقول ايه تاني عشان ما تنسيش؟ حذاري انك تحطي ماده دهنيه في تتبيله الكاليماري او السبيط او السمك الفيليه ايا كان، لا زبده ولا زيت ولا سمنه. السمنه بالذات نصيحه مني السمك بريء منها، ما تدخلهاش جوه المطبخ وانت بتعملي السمك، خليكي مع الزبده وزيت الزيتون، هم دول الابطال بتوع السي فود. الكاليماري هنا متبله وزي الفل، هتعمل ايه يا عم الشيف؟ سنه شبت صغيره. فين الشبت يا عم الشيف؟ حلو اهو زي الفل. انا بحب الشبت دايما قليل كده لانه حرامي بياخد الطعم. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بشويه النشا دول. شفت بقى التركايه هنا؟ معلقه نشا اهي، هي دي التركايه. طب فين السائل اللي هيخلي النشا ده يمسك في الكاليماري؟ هو ده الكلام، عصره ليمون. ونقلب الخليط ده يا عم الشيف مع بعض. تركايه تاني، معلقتين نشا ونقلب كده. اه الله عليك وعلى والديك. اوعى يا امي تحطي زيت. شفت الكاليماري ازاي؟ اهو ده اهو، سبيت او كاليماري. عايزاها سبايسي حط شويه بابريكا. اه هنصفي الكاليماري من التتبيله دي كده، وينزل على فين يا عم الشيف؟ يلا مع بعض، يلا مع بعض. اهو هنا هنا في الكسروله الازاز اللي فيها دقيق ونشا، خليط ثنائي بيلعب دور البطوله في الكريسبي او المقليات وخاصه السي فود. اهو الله زي الفل، جواهم سمسم بغذيه بالاوميجا 3، لان يعني عارفين السمسم غني جدا باوميجا 3. هنقلب كل دول مع بعض ونسيبهم شوية دقائق معدودة، للأمانة 10 دقايق 5 دقايق زي الفل. آه. وعندنا زيت شديد الحرارة زي الفل. آه. الطريقة دي والمعطيات دي والبرهان ده بتستخدميه سواء بتقلي كاليماري أو سبيط، الفرق بين الاتنين اللون واحد. الطعم بسيط جدا، الكاليماري سريع المضغ سريع السوى، اما السبيط بيبقى صعب المضغ شويه وبياخد وقت شويه في التسويه سواء طواجن سواء مقلي. الشكل وهم لسه في الميه الرخويات مختلف. السبيط بيبقى شكل الحمام كده، شكل بيضاوي، ولكن الكسور الكاليماري، اما السبيط طبعا بيبقى ايه؟ شكله مختلف، ولكن الشكل والطعم بعد التقطيع واحد. هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هنخلي الكاليماري على جنب، هننهي بيها الحلقه بتاعتنا وهي في قلب الزيت بنحمره. ولكن عندي الاهم، الكل مستني الشوربه وصلت لفين. نبص على الحلويات، بص على الحلويات اللي انت عايزها يا عم عمرو. عندي حليب. المفاجاه هنا بقى ايه اللي وعدت حضراتكم بيها؟ انا عندي حلتين. ايه المشكله؟ في ناس بتحبش الكريمه اللباني مع الشوربه،
فنعمل واحدة بيضة وواحدة حمراء. دي شوربة السي فود بالكريمة، ودي شوربة عادي لونها أحمر زي الفل. اختياري، عايزة تضيفي كريمة لباني على صوص الطماطم مفيش أي مشكلة، ده اختياري. حابين الجو ده حابينه، يلا ننزل كده زي الفل ونقلب. ايه الاخبار؟ نبص على الحلاوه، هتبدا القوام اهو تقل معايا زي الفل اهو. شفت يا الله، كمان شويه كمان شويه، وهنا كمان شويه نقلب. معلقتين نشا، اوعى تحطي دقيق في الشوربه، هتخلي اللي بياكل سي فود مش هياكل. شويه نشا مع شويه حليب، القوام ده حلو زي الفل. على النار، اوعى تقليها عن كده، هنسيبهم على النار زي الفل، ظابطين الطعم تمام. ناخد راي الجمهور اللي هياكل زي الفل. دي كريمه لباني، يلا عايز اسمع في الاربيز الناس اللي هتاكل معايا. نحط الكريمه اللبان على الشوربه كلها ولا نقسمها بين الاثنين بالنص؟ اهو اهو دي كريمه لبان، اهي اهي اهي. نحط شويه هنا، عينيا حاضر زي الفل، ونقلبها. يلا بينا، قلبنا الشوربه، يبقى احنا عملنا نوعين شوربه، هي جت معانا كده، واحده بيضه وواحده حمراء. كرفس ملك الشوربه، حمار الشوربه هنا مش جامد، انا ممكن احط صوص طماطم انا حابب، بس انا بصراحه ما بحبش الطماطم مع الشوربه. الشوربه كده جاهزه، الرز اخباره ايه؟ اللهم صل على النبي، جاهز. نغرف بقى الشغل بتاعنا، يلا بينا. في الاخر لنا انتاج، تتكلم كتير تشرح كتير، انا عايز اشوف في الاخر شويه رز صياديه زي ما قال الكتاب. السرفيز الحلو ده كده هنحط فيه الرز الصيادية بتاعتنا، شكل سمكة لطيف، ولكن كالعادة هناخد وش الرز، إذا كان الجمبري أو الجزر أو الزبيب، خلهم على جنب كده عشان نجرنش الطبق بتاعنا، وناخدهم كده مع بعض ونغرف الرز بتاعنا ده كده. الله، كلمري إيه؟ جمبري، جمبري. هليه دلوقتي حالا، هينزل الزيت. كاليماري، شفت الحلاوه دي كده؟ زي الفل. عود القرفه ده جرنش حالا دلوقتي، كله هيخلص باذن الله. هناخد الجمبري الحلو بتاعنا ده كده، الله. شفت ده الجرنش مهم ومطلوب طالما بتعملي سي فود، علشان تبسطي ولادك، وزي ما قلت لحضراتكم مش ملزم انك انت تجيبي الحاجات دي كلها، ولكن ملزم عليكي تغيير يوم في الشهر، يوم في الاسبوع. جوزك قابض واخد مكافأة بيشتغل شغله وربنا كرمه، عندك عزومة عزم حماتك، قولي لها تعالي يا حماتي مش هناكل سمك بره النهارده، الشيف المغازي علمنا نعمل السمك في البيت، خلينا نحط الكاليماري بتاعتنا في الزيت. الله، يلا بينا، يلا بينا. بص على الكاليماري، بص على الكلمه، اهي يلا بينا. حلو، الزيت اخباره ايه؟ زي الفل. يلا بينا. الزيت لازم يكون شديد الحراره، كانك بتحمري بطاطس مقليه. استضيها من الخلطه الحلوه دي كده. شفت الخلطه دي؟ بص الكاليماري ما تغلفها ازاي. الغلاف الابيض ده مطلوب، ده جه منين؟ من النشا. سمعت الصوت الحلو ده كده؟ الحمد لله ربنا جبر بخاطرنا، النار معايا زي الفل. انت داخله المطبخ نيتك تعملي اكل حلو، والله العظيم بكلمك بضمير وبخبره هتطلع معاكي الحاجه زي الفل. اوعى تقلبي الكاليماري دلوقتي خالص وتفرحي انك انت حطيتيها وسمعتي كلام الشيف المغازي، سيبيها زي ما هي كده مش هتلزق، لو لزقت في بعضيها هتشوفي دلوقتي كده. في كاليماري تاني مخرج ده زي الفل تمام. نغرف الشوربه بتاعتنا، يلا بينا. اللهم صل على النبي. الطبق الحلو ده كده، شيل الحاجات دي كلها من هنا عشان ما تضايقش مخرجنا.
الله اكبر. ونروق الكاونتر بتاعنا طبيعي. حابب نغرف الشوربه البيضة ولا الحمراء؟ قول لي بتحب البيضة ولا الحمراء؟ عينيا. حاضر حاضر عينيا. ادي الرز بتاعنا، ناخد الشوربه الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه. الله. يلا بينا. اللهم صل على النبي. تستاهل. والكاليماريا في الزيت، حذاري انك انت تقلبيها. بيقولوا لي ليه في الكنترول؟ هو ده الكلام الكبير بقى. لان هي فيها الخلطه بتاعتها متغلفه، الطبيعي لو انا قلبتها كتير هتنزل في قلب الزيت. فخليها زي ما هي كده تستوي، وبعد كده نقلبها زي ما احنا عايزين. شفت السي فود بتاعنا؟ الله اللهم صل على النبي. جمبري، اليود، كرفس ملك الشوربه، قشريات، رخويات. حاضر عينيا. انت عايز تشوف قوام الشوربه وهو نازل من الحله مره واحده، بس خلينا استعرض العضلات دي الاول. الحلويات دي كده اهو، سمك فيليه قشر بياض، ممكن تجيب البولت بتاعنا بتاع خير مزارعنا. يلا بينا. يلا بينا نحط الايه بقيه الشوربه. زي الفل. الف هنا وشفا. هنطلع الكاليماري من النار، وكده تبقى حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين. قدرنا نعمل اكله سمك حلوه، بس كفايه كفايه، لطيفه وحلوه، فيها تفاصيل كتيره. عدلها شويه رز صياديه. الرز الصياديه معمول بشكل تاني وبطعم تاني. الشوربه بتاعتنا زي الفل. اخبار الكاليماريا ايه؟ نبص عليها. هو ده. بص على الكاليماري، بص على الكاليماري وهي بتلعب في قلب الزيت. هو ده اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي مخرجنا؟ هو ده اهو اهو. يلا 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 نرفع من الزيت، نرفع من الزيت. الله. شفت بقت كريسب ازاي؟ اهي سامع الصوت ده كده. بص اهي اهي اهي. ما خدتش وقت منك. نغرفها مع بعض سريعا. يلا بينا. حاضر عينيا الاثنين. انا خدت من الوقت، معلش بعتذر. ايه الحلاوه دي؟ كبابجي بيعمل ايه؟ بيحط شويه بقدونس حلوين. بس نصيحتي لما تستخدمي بقدونس او اي خضره تحت مشويات او مقليات لازم تكون مغسوله يا امي، لان عندنا اطفال على السفره هم ما ذنبهمش حاجه، بيحبوا دايما حب الاستطلاع. كلنا مرينا بالمرحله دي. ياخد الحاجه ياكلها. لا يا غالي، مع المغازي ما تشيلش زيت. بيقول لي مش تحطها على ورق مطبخ؟ الكلام ده لو انت هتعملها عموره في المطبخ. شفت نازله ازاي؟ هو ده الكاليماري. الف انا وشفا. يلا بينا. فيها السمسم يعني اوميجا 3. مكانها فين مخرجنا حابب؟ هو ده هو ده. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل اكله سي فود بتفاصيل. جاوبنا على اسئله السوشيال ميديا من خلال الحلقه بتاعتنا. شوربه السي فود بتتعمل ازاي؟ مغازي عملناها مع حضراتكم. عملنا رز صياديه بتفاصيل جديده خالص. عملنا كاليماريا مقليه. اللي بيمشي على الكاليماري بيمشي على السبيط. يعني رؤيه، فن، ابداع. وخليها سمك النهارده. الكلام ده منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.